السلام عليكم خوتي احبابي، الله يحفظكم الله يكبر بكم. الملالي معاكم، محمد الملالي صاحب احلى ابتسامه كما سميتوني انتوما احبابي خوتي، الله يكبر بكم. انتوما اللي سميتوني صاحب احلى ابتسامه. الحاجه الواحده اللي باش تغلب على اعداء النجاح وتزيد القدام وتغلب على المنتقدين هو الابتسامه. اضحك اضحك كما كان قال واحد كوميدي قديم ربما تقدر تعرفوها، قال لك هما غيهضروا فيك غيهضروا فيك، اللهم اضحك وقولبهم وزيد اجودي. الملالي كيقولوا في التواصل الاجتماعي لعباس عليه، مليار ضرب في الطول، طلع الطوندوز، دار الفلوس، دار خوتي. هاد الناس اللي داروا السميه بحال ديالي حاربوني صراحه، ما خلاو لي ودخول. كل شيء اللي كيبغي يتابونا معايا كيتابونا في كودات اخرين، وانا الله يسهل على الجميع وربي كبير. انا بارك عليا الضحكه معاك. تحياتي لكل واحد كيعرفني ودار ابوني، وتحياتي لكل واحد ما كيعرفنيش ودار ابوني، وحنا كيما ما كنتبدلوش بحال عندنا بحال ما عندناش.